سالم، يعني هل ممكن الشعوب فعلا تتخطى دور الحكام يعني في انا مسألة التأثير أو تحسين الصورة، أم أنه الأزمة أزمة قرار سياسي أو انا يعني سأبدأ معك من النهاية وبكل صراحة، لا عظيم؟ تعجبني سياسة النعام. نعم، كبرنا وتعبنا من هذه السياسة. المركز الثقافي المصري، انا هنا بعطي امثله لمن يريد ان يستفيد منها، لا اريد ان اشنع على احد ولا احط من قدر اي زميل او موظف دوله في الخارج. كان يشع او كان شعلت او منطقه اشعاع في اسبانيا طوال الستينات والسبعينات والثمانينات وجزء من التسعينات، اللي هو بنسميه المعهد المصري للدراسات الاسلاميه، وهو المركز الثقافي المصري في مدريد. كان قبله أو مكة كافة المستعربين وجزء كبير من المثقفين والصحفيين الإسبان، وأنا عشتها عن قرب وكنت قد أديت بعض الخدمات لبلدي من خلال هذا المركز وسعيت إلى الكثير لتحقيقها. العام الماضي كنا في بلد عربي في مؤتمر والتقيت بزميل كان يدرس معي وقال، تكلم عن المراكز الثقافية في إسبانيا العربية وعن نقاط الإشعاع الثقافي الأوروبية أو الأجنبية في مدريد، وأتى عند المعهد المصري وقال لقد تحول المعهد المصري لقنصلية ثقافية تعطي للطلاب المنحة وتراسل مصر أو القاهرة من خلال حقيبة دبلوماسية ولم يعد له اي نشاط ثقافي. من المسؤول؟ هل هو الشعب المصري؟ لا، المسؤول في القاهره. من ارسل الى مدريد ليقوم بهذا الدور او يقزم دور المعهد المصري الذي كان يحج اليه عشرات المستعربين ومئات والاف الاسبان في كل شهر في الندوات والمكتبه العامره بالكتب، ومنها كتاب وصف مصر الذي لا اعرف مصيره الان. حضرتك تقصد ان الكوادر غير مؤهله بالمره انها تؤدي الدور ده؟ نعم بالطبع. انا لا اعني شخصا او زميلا معينا بعينه، ولكن من وقف وراء ارسال هؤلاء الافراد او هؤلاء الزملاء وكلهم الجامعيون الى هذا المنصب الذي اعدم المعهد المصري مثلا. لهذا اقول ان القرار سياسيا او سياسي اكثر منه شعبيا، او يقع على كاهل الشعوب او الشعب المصري في هذه النقطه. الان دكتور حسين